السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة الفصل 6 دوائر التيار المتردد للصف 12 علمي. المسألة 23 كالعادة بنقرأ المسألة بهدوء، نستخرج المعطيات والمطالب بالرموز المناسبة، بنحدد المسألة من أي وحدة دراسية، من أي فقرة دراسية، شو المعادلات الممكن تناسب هذه المعادلة. يبين الشكل المجاور ملف مولد، إذن من درس دوائر التيار المتردد وقسم المولدات، مكونا من 50 لفة. إذن N 50 لفة. عند لحظة ما أثناء دورانه عكس عكس عقارب الساعة بتردد، إذن هذا التردد، حول محور عمودي على مجال مغناطيسي منتظم. مقدار شدته، إذن هذه بي. إذا كانت مساحة سطح اللفة الواحدة هذه A، فما قيمة القوة المحركة الكهربائية المستحسة في الملف عند هذه اللحظة؟ بحدد اتجاه التيار المار في المقاوم عند هذه اللحظة. هذا هو المقاوم، يعني في R هذا هو المقاوم. إذا نستخدم كونه مولد ملف مولد كهربائي، إذن هاي المعادلة المناسبة. ومنعود هذه N وهذه A وهذه B وهذه أوميجا وهذه أوميجا. طيب تطلع بهذا الشكل. حدد طبعا بالفولت، حدد اتجاه التيار المار في المقاوم في هذه اللحظة. حتى نحدد اتجاه التيار المار في هذه اللحظة بدك تستخدم قاعدة أصابع اليد اليمنى السبابة باتجاه المجال. فافرض أصابعك الثلاثة لإيد اليمين، فالسبابة باتجاه المجال لبي، شوف على الرسم، والإبهام باتجاه الحركة. حنحدد للسلك سي دي، سي دي حيكون للأعلى. إذن التيار حيكون عند سي قطب سالب، عند سي قطب سالب، هون حيكون سالب وهون حيكون موجب. معناته التيار حيمشي بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه. بنسجل اتجاه التيار من اليمين إلى اليسار مثل ما حددناه.